السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. واحد فلو صحي بدون سكر، تحلية لرمضان. كناخد نصيطرو ديال الحليب بارد، كنديرو في الخلاط، كنزيد عليه واحد شوية التمر، خمسة ولا ستة على حسب داكشي اللي بغيتو نتوما، تقدروا ديرو كتر. واحد البنانة تكون طيبة، فلان كاراميل كيجي زوين فيه، تقدروا ديروا فلان فاني الا بغيتوا. واحد معلقه كبيره ديال بودره اللوز، صافي. وكنطحن كل شيء مزيان مزيان حتى ما كيبقاش لينا دوك الطروفه كبار ديال التمر. بغيتوا هنا في هذه المرحله تصفيو صفيو، ما بغيتوش ديروا كل شيء في الكاسرول وديروها فوق من العافيه. حركوا، كتبقاو نحركوا باستمرار باش ما يلصقش لينا لو فو، صافي. حتى كيتقال كناخذو زليفات بحال هكا، كنخويو فيهم التحليه ديالنا وكنخليوهم يبردوا واحد شويه على برا، واحد 3 مينوت. كندخلو للثلاجه وكنقدموه بالصحه والراحه. انا زينت بطريفه التمر واحد اللويزه الوسط.